طبابة رمضان مع هاني المهندس. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم، وشهر رمضان مبارك عليكم، إن شاء الله تكون في أعمال الخير واليمن والبركات. نتمنى رمضان هذا يجلب لكم السلام والسعادة والصحة، أهم شيء لأحبابك وليك وكل الناس اللي عزوا عليك، ورمضان كريم. معاكم من خلف المايك كان المهندس عبر أثير إذاعتكم الأولى إذاعة ألف ألف أف أم وبرنامج طبابة رمضان. وطبعا حنتكلم اليوم عن موضوع أقدر أقول هو موضوع متشعب ولكنه يتكلم عن نفس الهدف في طبابة. قبل أن نبدأ موضوعنا لليوم ونبدأ مع ضيفنا الدكتور، طبعا أقول لكم أول شيء هذا رقمنا في الواتساب، هذا واتساب إذاعتكم الأولى إذاعة ألف ألف أف أم لأسئلتكم، وللرغبة كان في مشاركتكم بأي أسئلة طبية أو مشاركة للاستفسار الصحي. طبعا حيكون معانا الدكتور يتكلم عن شغلة أو نسميه مرض أو عارض اللي هو الروماتيزم. طبعا مصطلح الروماتيزم لو تكلمنا عنه كروماتيزم هو طيف واسع من الأمراض والمشاكل الصحية الناتجة عن مهاجمة نقول جهاز المناعي في الجسم والأنسجة السليمة، وممكن يأثر هذا المرض على المفاصل، على الأوتار وعلى الأربطة، كلام كبير بالمرة، ولكن أنا مو مخول أن أتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. اللي حيكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل ومن ناحية علمية وتجربة وطبية كمان الاستشاري أمراض المفاصل والروماتيزم الدكتور خالد ديري. أهلا وسهلا فيك دكتور خالد. أهلين أستاذ هاني، أمسي عليك ومسي على الجميع، جميع المستمعين، وكل عام بخير وشهر مبارك، وسعيد جدا أكون معكم حبيبي. وإحنا كان سعيدين ونقول لك أخيرا نورتنا، يا هلا وسهلا فيك، إحنا من زمان بنحاول فيه، أخيرا جانا. الله يسعدك، أتشرف. طبعا دكتور خالد زي ما قلت لك أو زي ما تكلمت في الأول أنه مصطلح روماتيزم يضم طيف واسع من الأمراض، إحنا عارفين هذا الشيء، ولكن لو سألناك عشان نفتح الموضوع كمقدمة، ما معنى كلمة روماتيزم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. معنى كلمة روماتيزم طبعا هو يعني هو أول شيء نتكلم عنه هو علم طبعا قائم بذاته، أمراض مناعية تحته جدا كبيرة تتم ضمن فيها التهابات المفاصل الرثوية أو يسمى الروماتويد، الصدفية أو الصدفية المفصلية، التهاب العمود الفقري اللاصق أو التلاصقي، والذئبة الحمراء، وأيضا اللي هو الضعف أو وهن في عضلات الجسم. طبعا طريقة أو قصة بالنسبة لحصول الروماتيزم طبعا أنت أشرت لها صراحة وجزاك الله الخير، اللي هي محاربة الجسم في المناعة بالمناعة الذاتية. نعم، محاربة الجسم للمناعة الذاتية، وهذا بالتالي بسبع عوامل خارجية. طبعا الأبحاث جارية الآن إيش سببه، طبعا ممكن يكون عوامل خارجية بيئية، أو هو الجسم أو نفس الشخص تعرض لالتهاب فيروسي سابق هي الجهاز المناعي، وبالتالي زي الكمبيوتر، فاهم علي كيف أقولها هاني؟ إيه نعم أكيد، في لخبطة في الكمبيوتر فتبدأ الأمور، البرمجة والأمور هذه كلها تتلخبط، وهذا بيصير سبحان الله اللي بيصير في أجسام الناس. طبعا بالنسبة للروماتيزم كمان كل عارض ليه سبب، يعني مثلا التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس غذائي من حمض على ما أظن حمض البوريك أسيد أو اليوريك أسيد يكون مرتفع. نعم، هذا إذا كان نقرس عفوا النقرس، نعم إذا كان فرض روماتويد أو التهاب مفصلي رثوي هذا شيء ثاني، هذه مناعة ذاتية للجسم. صح. وفي عندنا كمان من ضمنها التهاب الأوعية الدموية أو الذئبة الحمراء أو تصلب الجلد أو متلازمة شوغرن. يعني تعرف الروماتيزم يعني طيف واسع من الأمراض، ولكن إحنا بنركز طبعا اليوم على موضوع الذئبة الحمراء، وش رأيك نركز؟ يعني لو تكلمنا فيها كلها الحلقة هذه ما راح تغطي أصلا، معروف، فخلينا نمسك إحنا هذا الموضوع لأنه كثير عليه الجدل والسؤال ومو معروف طبيعة وشيء بالتحديد، فخلينا نركز عليه، إيش المقصود بشكل خاص بالذئبة الحمراء؟ طيب الذئبة الحمراء هو نفس المصطلح حق الأمراض الروماتيزمية، هو الجسم يحارب نفسه ذاتيا أو مناعيا، بالتالي يحارب الأنسجة السليمة. نفس الفكرة إن هي عندنا لخبطة في المستقبلات والأوامر اللي في الجسم، بالتالي الجسم يتم هجومه بسبب المناعة الذاتية. طبعا لما نتكلم على الذئبة الحمراء أخوي هاني كلام جدا كبير، من ناحية طبعا زي هي رحلة،
من ناحية تشخيص، من ناحية علاج، من ناحية تأهية الشخص بمسمى ذئبة، لأنه الاسم بحد ذاته مرعب للجميع وغريب كمان فعلا. نعم اسم مرعب نعم، ولكن هل هو موجود؟ طبعا هو موجود. يعني كم نسبته؟ لو مثلا تقول لي كم نسبته، أقول لك والله نسبته لكل 9 من النساء يقابلها رجل واحد. هو مرض النساء اكثر شيوعا من الرجال. سبحان الله. هي سبحان الله نعم. بينما لما تكون مثلا نتكلم على ما مدى قوته بين النساء للرجال، طبعا من يجي صوب الرجال طبعا يكون جدا أسوأ من النساء. ومقياسه بالنسبه لنا كتشخيص كعلاج يتم على حسب العضو المؤثر بسبب الذئبه الحمراء. فمثلا على سبيل المثال لو نتكلم والله انه مثلا اثر على الدماغ فرضا، ممكن يجيب تشنجات، ممكن يجيب اكتئاب بمعنى اكتئاب، ضيق، نوصل لمرحله ممكن انه شخص امامنا ما يتحرك تماما لانه يصيب اللي هي يسوي تيبس صح؟ الاعصاب الطرفيه او المركزيه. طيب لو تكلمنا في البداية دكتور خالد عن طريقة التشخيص الخاصة بالذئبة، وش ممكن تفودنا فيها، أو كيف نعرف أن الشخص عنده ذئبة أو ذئبة حمراء سواء ذكر أو أنثى؟ نعم سؤال جميل، ذكر الأخير على السؤال. بالنسبة للتشخيص بيكون على شقين أخوي هاني. الشق الأول اللي هو الأعراض. طبعا الاعراض مغايره تماما على الاعراض اللي هي معروفه بالنسبه للناس، وساعات ممكن يكون طفح جلدي في الوجه والناس تقول لك والله زي تكون وجناته حمراء واحمرار في الوجه، والناس ما تدري لاي اهتمام ولا اي بال. بينما لها 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 مغازي ثانيه، هي يعني هو التحسس، هو المرض هو التحسس للضوء واشعه الشمس. بالتالي التحسس هذا بيكون زي الفراشه على الوجه، والشيء اللي هي التحسس لاشعه الشمس اللي هي تثير المرض نفسه، فيدخل على الجهاز المناعي ويثير الجهاز المناعي، بالتالي تبدأ الأمور هذه تتلخبط، فهو مرض التحسس. بالتالي ممكن يصيبه كمان ثعلبة في ثروة الرأس، ممكن بعض الأحيان يتم ألام في المفاصل، إحمرار ممكن في كامل الجسم، أو ساعات ممكن في إحمرار في الرقبة. نعم. وممكن بعض الأحيان حتى ساعات نحن بنسألهم الأسئلة هذه بس الناس ما تدري أي بعد. بنقول لهم لما تفتحوا مثلا الثلاجة مسكتوا شيء بارد، هل لون الأصبع مثلا يختلف عليكم؟ يهمنا جدا، لأنه الألوان المختلفة حقت الأصابع، الطرف الأصبع نفسه يبيض، لما لونه يصير أبيض، لونه يصير أحمر، أزرق، لونه يصير أحمر، هذه كلها بوادر إنه والله عندنا ترى ممكن الشام في شغلة مناعية موجودة تحتاج تدقيق وبحث وتفصيل أكثر. لأنه فعلا عد على المستمعين فعلا الأعراض زي ما تفضلت دكتور، طبعا أنت قلت الطفح الجلدي أولها، والواحد ما يلقي لها بال، وفي ممكن زي الثعلبة فروة الرأس تجي. نعم. وتقرحاتها هي طبعا في الفم والأنف وفروة الرأس، وكمان أتوقع تسوي تعب وحمى اللي هو ارتفاع درجة الحرارة، بما أنه في كمان حكاية اللي هو طفح جلدي صح؟ نعم. وساعات ممكن يا اخوي هاني من غير اي طفح جلدي تكون تقول لك والله جيني في العياده تقول لي والله انا عندي سخونه مزمنه لي 3 شهور، احنا 4 شهور انا مسخره ماني عارف السبب، تعمل مزرعه بول، مزرعه دم، كلها تقريبا سليمه. وبالتالي تكون واحده من الاشياء اللي هي نحن نقول لها الحمى الغير معروفه السبب، واحده من اسبابها الذئبه الحمراء هي هذه. وغير كده كمان المفاصل اللي هي التيبس او التعب اللي يصير في المفاصل والاطراف، هذه من احد الاشياء الواضحه في الذئبة في التشخيص صح؟ نعم. طيب دكتور خالد لو تكلمنا احنا خلاص عرفنا التشخيص حلو، طيب وعرفنا الأعراض بالتحديد، وش اللي يصير، ايش الرحلة اللي تبدأ مع المريض بالنسبة لعلاج الذئبة الحمراء؟ طيب بس أنوه على نقطة بس أخوي هاني، أتفضل. أكيد تكلمنا على موضوع الأعراض الله يحفظك إن شاء الله، نتكلم على المرضى المخبرية وهي المهمة صراحة. المخبرية السام المضادة، السام المضادة صراحة وجودها في واحدة من المؤشرات، واحدة من المؤشرات اللي نحن نعتمد عليها أيضا في التشخيص. فالسام المضادة في الدم، الزلال الله يعز أكرمك الله في البول، هذه واحدة من العلامات المهمة صراحة في التشخيص. وأيضا ممكن نوصل لمرحلة إن نأخذ خزعة من الكلى لنعرف مرحلة مدى تأثر الكلى بالذئبة، أثرت هل الذئبة أثرت على الكلى، ولها مراحل 6 مراحل، وكل مرحلة لها علاج معين.
فيعني موضوع الذئبة لو نتكلم عليه يمكن صراحة أستاذ هاني يمكن أبغى لنا أتوقع حلقات كبيرة جدا. ولكن أرجع مرة ثانية لسؤالك زي ما تفضلت اللي هو رحلة المريض. طبعا لما نتكلم على موضوع رحلة المريض كيف طريقتنا لشرح للمريض مدى خطورة المرض وكيف علاجه. طبعا لما نقول على طول لما نتكلم على المرض بالتالي هو يكون جدا مصدوم ايش الذئبة ايش يرجع يقرا. طبعا لو يخشوا في جوجل حيسمعوا كلام جدا كبير جدا وكل واحد بيقول خبراته والخبرات هذه سبحان الله ساعات ما تطبق على الشخص مختلفة الحالات لا مختلفة نعم. في الدرجة نعم اكيد طيب نعم. الله يسلمك دكتور خالد حندي لك راحة شوي بس تاخذ في نفسك حلو حنطلع فاصل وحنرجع وحنكمل مع رحلة المريض في العلاج والتشعب اللي ممكن يقي فيه دكتور المريض حلو لو راح جوجل حيتشعب حيروح فيها أكيد فرحلته معاكم مو مع الانترنت هذا اللي راح يصير بالضبط. طيب يلا بس اللهم نطلع كده شيء بسيط وبنرجع لكم خليكم معانا على الموجة السعودية ومعاكم دكتور خالد ديري حيكون مكمل معاكم عن الذئبة الحمراء والروماتيزم وأنتم تستمعوا لإذاعتكم الأولى ألف ألف فم ويا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله وين ما كنتم مكملين معاكم مع موضوعنا اليوم بطابة رمضان وبنتكلم اليوم احنا عن روماتيزم وتقريبا احنا مسلطين الضوء بشكل خاص على الذئبة الحمراء مع دكتور خالد ديري. يا هلا يا دكتور خالد. أهلا وسهلا. طبعا اذكر المستمعين ان دكتور خالد ديري استشاري امراض المفاصل والروماتيزم وبامكانكم طبعا تسالوا دكتور خالد تاخذوا منه بعض الافكار بعض النصائح بعض الاستفسارات وحابين تتصلون وتشاركون الله يحييكم زي ما قلت لكم استشاري امراض المفاصل والروماتيزم كل اللي عليكم ترسلون رساله على واتساب اذاعتكم الاولى اذاعه الف الف اف ام 0556689001 بعيد الرقم عشان أكون أهدى شوي 0556689001 ودك باتصال بس قول أبغى أشارك ودك استفسار اكتب سؤالك ودكتور خالد بيكون معاكم. دكتور خالد بنكمل طبعا اللي هو رحلة المريض مع الذئبة الحمراء وأنه لما نروح على الانترنت وعلى جوجل إيش التشعبات اللي بتصير له فعلا. والله يا أستاذ هاني صراحة اللي بنشوفه في العيادة يعني صراحة المرض من ناحية التشخيص من ناحية العلاج حتى ممكن تعرف إيش بيقولوا لي دكتور أنت بتتكلم على ناخذ علاج آخذ ممكن خلطات شعبية كركم زيت زيتون وهذه الأشياء أنا ما هأخذ العلاج أبدا. نوصل للمرحلة هذه بعد كده طبعا المشكلة في التحديات ما بعد كده أستاذ هاني اللي هي المضاعفات بالنسبة للمرض وكيف طريقة علاجه. طبعا بالنسبة للمرضى اللي هم يعني يتجهوا للأشياء الشعبية ويفرط وطبعا والعلاجات الطبية دائما ما تأخذ بعين الاعتبار. طيب لما نتكلم على رحلة المريض من ناحية التشخيص ومن ناحية العلاج نقعد مع المرضى نقول لهم يا جماعة ترى أنت شخص طبيعي جدا زيك زي أي واحد تمام. فلا تخلي موضوع أنه هذا يكون هاجز لك انك ما تمارس حياتك الطبيعيه ما تخرج ما تتوظف ما تتزوج لا انت شخص طبيعي جدا تعيش حياتك زي هذه اهم نقطه. الجانب النفسي يا استاذ هاني صراحه نعم. مهم في التغلب على الامراض كلها بشكل عام وطبعا وجودنا مع المريض ونقاشنا على الجانب النفسي مهم. التطعيمات واللقاحات صراحه جدا مهمه للمرضى كلهم وخاصه الامراض المناعيه لانه ساعات احنا بندي ادويه معينه ممكن لها تأثير على جانب المناعة فنحب إنه مرضانا يكونوا يأخذوا لقاحات. الواقي للشمس جدا مهم لأنه زي ما مهم للمريض حق الذئبة الحمراء اللي هو السن بروتكشن هذا نعم واقي الشمس جدا جدا مهم جداً طيب أشعة الشمس ممكن تأثر على صحة المريض بالذئبة الحمراء دكتور خالد؟ لا هي مو تأثر هي ممكن تهيج المرض لأنه هو مرض حساس جدا للشمس فواقي الشمس يحمينا شوية من موضوع الحساسية الشمس ولكن لا يخرج ويمارس حياته طبيعية ويروح البحر جدا شخص هو جدا طبيعي بس يفضل دائما نقول لهم يا أخوان لازم تحطوا واقي الشمس عشان المرض هو جدا هو مرض متحسس للشمس. هذه بالناحية نحن طبعا النفسية والتطعيمات وأيضا الشيء المهم اللي هو المكملات الغذائية اللي هي منها من الكالسيوم من الفيتامين د. طبعا دكتور انت بتتكلم عن اللقاحات اللي حقت كورونا مثلا نتكلم على كامل اللقاحات يعني مثلا نتكلم على انفلونزا السنويه الموسميه
تتكلم على التهاب الرئوي اللي هو تطعيم الالتهاب الرئوي البكتيري اللي تعطى كل 5 سنوات تمام. والآن نحن صراحة نتكلم على موضوع كورونا صراحة جدا 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 مهم أخذ التطعيم لكل مرضى الروماتيزم وجميع المرضى صراحة. المناعة إن شاء الله تكون إن شاء الله المناعة المجتمعية والأمور هذه نوصل بها للحد الأعلى إن شاء الله إن المرض هذا يزال عن العالم ككل من شيئة الرحمن. طيب دكتور خالد في عندنا اتصال وش هيك ناخده؟ أفضل. يلا ناخذ هذا الاتصال ونقول يا هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرفنا على اسمك وين تكلمنا حبيبي؟ معك عامر من مكة المكرمة. حياك الله يا عامر. طيب عامر دكتور خالد معك، تفضل سؤالك. مرحبا دكتور خالد، كيف حالك؟ ان شاء الله كويس. سلام دكتور. اهلا انت بخير اخوي عامر. دكتور خالد انا عندي استفسار الحين. انا من زمان طالب، انا كنت في مرحلة الجامعة، تخرجت من الجامعة دخلت على المرحلة العمل والوظيفة. اول ما توظفت طبعا طبيعة عملي جلسة على المكتب، بدأت تجيني أعراض غريبة، يعني آلام مفاصل بشكل مو طبيعي، آلام في الركب، آلام في الخصود، آلام في منطقة ما بين يعني الفخود، بداية الفخود، يعني كامل البنية التحتية كلها عندي آلام. ورحت دكاترة عظام قالوا لي التهاب مفاصل، أخذت مذكرات، أخذت هذا برضو الألم يروح واللي يروح اللي. فألم مو طبيعي يعني ما يجاني ألم ليش. فبعرف بس إنه هل الموضوع كبير ولا، عشان ما بأوسع وما متعود على المذكرات صراحة. تسلم يا عامر. تسلم حبيبي على اتصالك. طيب عامر احنا بنقفل منك واسمع إجابة دكتور خالد زين. تسلم يا عامر. دكتور خالد اتفضل. تسلم اخوي عامر على سؤالك. بالنسبه للالام المفاصل احنا بس بنوصل لمرحله لنقطه مهمه يا اخوي هاني. اتفضل اخوي عامر على موضوع الام المفاصل. ليس كل مرض مفصل هو 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 مرض مناعي او مرض روماتيزمي، بينما عندنا اسباب جدا كبيره ميكانيكيه حركيه عضليه لها دور جدا في الام المفاصل. طبعا ما أخفيك سرا صراحة إلا هو قلة الحركة. نحن الشعب السعودي قليل الحركة، وأنا أولهم ترى. وأنا معاك، لأنه كل حياتنا كلها سيارات وكلها جلسة وكلها تعرف من مكان لمكان من بيت لبيت، مو كثير عندنا اللي هو النشاطات الخارجية. بس أنت دكتور لا أشوفك نشيط ما شاء الله عليك، حرام عليك. شد وجودك الله يحفظك. الله يحفظك. يعني يا جماعة دكتور خالد ما شاء الله عليه هو أولاده دائما وأبدا أشوفهم متحركين. فبالتالي لا، بالتالي انت الحمد لله الحمد لله قد تكون قدوه للمرضى ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. ليش يا اخوي عامر انا يعني عشان نعرف انه في الاغلب انه هو الجلسه وقله الحركه لها عامل رئيسي جدا في الام المفاصل. او الشيء الثاني اللي بعد المرتبه الثانيه اللي تجي هو نقص فيتامين د، وهذا شايع جدا، كلنا عندنا نقص فيتامين د، وهذه واحده من الاسباب اللي تجيب الام في المفاصل والعضلات، نقص فيتامين د صراحه. بس انا بس انوع النقطه، ليس كل الم مفصل فهو روماتيزم. الام مفاصله الميكانيكيه والحركيه جدا كبيره جدا جدا كبيره وشائعه بين جميع اطياف المجتمع. ممتاز. فبالتالي نقول للاخ عامر انه قد يكون بسبب قله الحركه هذا اولا، نقص فيتامين د. نعم. وبالتالي انت ايش تنصحه بالتحديد كعلاج؟ انه يمارس رياضه ويتحرك ولا ايش اللي تقترحه عليه؟ يمارس رياضه ويتحرك، واحسن رياضه اسمهاني السباحه. السباحة أحسن رياضة ممكن الواحد يمارسها. طبعا قلة الجهد طبعا في المسبح تكون جدا، حتى لو زادت تكون خفيفة والأمور تكون جدا سلسة، في حتى ممكن يمارس الرياضة نفسها في المسبح. ممتاز. هذه برضه تقوى عضلات الفخذ. نعم. ممتاز ممتاز. طبعا ننتقل لسؤال ثاني. طبعا جانا من شخص آخر رقم جواله 044. أحلى تحية لي. يقول لك دكتور خالد، مفصل الداخلي كأن وارم، هو كده كاتب، مفصل الداخلي وارم ويؤلم بسبب إصابة كرة قدم، وش الحل في هذا الموضوع؟ لازم زيارة الدكتور أو في علاج أو إيش تقترحه بالتحديد؟ والله الأفضل الزيارة. طبعا التاريخ المرضي والفحص السريري جدا مهم في التشخيص. أنا صراحة دائما فهاني ما أنصح أبدا التشخيص يكون عن طريق المنصات السوشيال ميديا، لأنه ممكن ترى تكون الفحص الكلينيكي يكون شكل ثاني غير الوصف عن طريق الجوال ولا عن طريق مثلا تويتر ولا الأشياء هذه. نعم. فهمت. فبالتالي هو يزور دكتور، بالذات لو عنده إصابة كرة قدم ما توقع في شيء أحسن من إنه يروح لدكتور وبالتالي شيك. طيب إحنا نبغى نكمل، إحنا وقفنا عند طبعا
اللي هو العارض الخاص بالذئب الحمراء. وقفنا عند بعض الأمور اللي لازم يسويها طبعا المريض لأن وضعه غير عن وضع الآخرين، زي تناول المكملات، أخذ اللقاحات، عند التعرض للشمس فترات طويلة لازم يحط واقي من الشمس، صح ولا لا؟ صح. وطبعا هو يكون حالته دائما إيش أقدر أقول حالته حساس أكثر من غيره. وإيش كمان في نصايح ثانية؟ الشيء الثاني العلاج. أنت تعرف الموضوع أستاذ هاني، موضوع البلاكونيل. طبعا العام طلع البلاكونيل واحدة من العلاجات اللي هي تستخدم لمرض مرض كورونا كوفيد 19. نعم. طبعا هذا اللي هو أنتي ملاريا، مضاد للملاريا. هذه اللي طلعوا فيها الفرنسيين أو الناس فعلا. يا سلام يا سلام. صح ولا لا؟ أنا متذكر كده في الأخبار. يا انت ما شاء الله دكتور. لا احنا كنا متابعين. طيب وش دخل انتي ملاريا في الموضوع؟ الانتي ملاريا طبعا واحد من العلاجات الاساسيه لمرض الذئبه الحمراء، واحد جدا من العلاجات الاساسيه لمرض الذئبه الحمراء، وانصح جميع المرضى ياخذوه. المرضى الذئبه الحمراء كلهم ياخذوه ما عدا الناس اللي هم عندهم يعني حاجه معينه تمنعهم من اخذ العلاج، فرضا انه هو ممكن لانه العلاج ممكن يسبب تصبغات في القرنية والشبكية في العين. نعم. فجميع المرضى اللي يبدأوا العلاجات نحن نحولهم إلى طبيب العيون عشان يعملهم كشف لقاء على العين واختبار للنظر. بالنسبة نحن اللي يقبسنا دائما اللي هو التصبغات للشبكية اللي هي ممكن تسبب لنا مشاكل، بالتالي نحن نوقف العلاج ونحول العلاج ثاني. ولكن لما نجي على التصبغات القرنية طبعا وارد جدا في بداية الأخذ العلاج، لأنه ممكن يكون متحسس من الضوء ما يقدر يفتح عينه لما يخرج على الشمس، عفوا يقعد في بيت مثلا يكون جدا متحسس للضوء. نقول لهم يا أخوان كملوا العلاج، ما عندكم أبدا أي مشكلة منه وهذا حيختفي مع الوقت. ولكن اللي يهمنا نحن لجميع المرضى اللي هم اللي هو التصبغات بالنسبة للشبكية اللي هي صراحة مقلقة للجميع، ولكن الفحص الدوري السنوي مع طبيب طبعا مع طبيب الاستشاري او طبيب العيون، بالتالي يقينا ان شاء الله ويقي الاخوان من اي عرض جانبي. وتعرف انه جميع الادويه لها اعراض جانبيه، احنا ما نقول للاخوان عشان يعني ما ياخذوا العلاج، لا نحن لازم ننوه ونبين للاخوان انه هذا العلاج جدا امن، ما عنده اي مضاعفات الا جدا قليله ووارده تحصل، ولكن المتابعه المستمره وزيارة أطباء الروماتيزم وأطباء العيون بصفة دورية تمام إن شاء الله تعالى إن نحن يعني كاستباق لحدوث أي حاجة، أي عارض أو أي ضرر من أخذ العلاج. بينما ممكن نعم. الأشياء الثانية اللي نقوله هو ممكن نتكلم فيه اللي هو الصبغات الجلدية. طبعا حتى هذه النساء دائما بيجونا في العيادة الصبغات الجلدية بالشخية، يا دكتور ترى أنا بشرتي سمرت، يا دكتور ترى انا بشرتي سمرت. نقول لهم ترى ايوه، وهذا صراحه يعني من الاشياء اللي هي مقلقه للجسم، لا مؤثره نفسيا. نعم. تعرف بالذات. نعم. للسيدات. طيب دكتور خالد. نعم. وش رايك تاخذ بريك شويه ونرجع لك؟ انا معك يلا كلها بس دقائق وحنكون معك، حنطلع فاصل وحيكون معنا ان شاء الله مكمل دكتور خالد ديري. زي ما قلت لكم دكتور خالد ديري استشاري واستشاري امراض المفاصل والروماتيزم، وطبعا اسئلتكم ما شاء الله شايفه وان شاء الله حنقدر نجاوبها، بس كل اللي عليكم ترسلون استفساركم او رغبتكم في المشاركه على 0556689001، هذا واتساب اذاعتكم الاولى الف الف اف ام. لحظات او دقائق وحنكون معكم، لا تروحوا بعيد. ومكملين معاكم ومع دكتور خالد ديري، ومعاكم من خلف المايك هاني المهندس، برنامج طابة رمضان. دكتور خالد، طبعا احنا وصلنا لموضوع التصبغات الجلدية بسبب العلاج، ولكن دكتور خالد في متصل اسمه ابو سارة طبعا عنده سؤال جدا جميل وحابين ناخذ اتصال لو سمحت، ممكن؟ اكيد تفضل. طيب ناخذ هذا الاتصال ونقول يا هلا وسهلا فيك ابو سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، كيف صحتك؟ ان شاء الله تمام يا رب. الله يسلمك. الحمد لله. عندي الوالده عمرها تقريبا 70 سنه وتعاني من الذئبه الحمراء من 10 سنوات، طبعا تاخذ البلاكنيل وتاخذ اللي هو الكورتيزون وتاخذ مكملات فيتامينات طبعا. ايوه فيتامينات وكالسيوم. سؤالي طبعا شقين، الشق الاول اللي هي تبغى تطعم ضد كورونا، حلو، والشق الثاني طلعت لها زي التقرحات في الجلد، ما أدري هي لها علاقة ولا. شكرا دكتور خالد. وعفوا معلش. تفضل. الشق الثالث الكورتيزون
زاد في وزنها، يعني أثر عليها بزيادة في وزنها، هل هو الكلام ده صحيح ولا لا؟ شكرا لكم. الله يعطيك العافية أبو سارة. اسمعنا اسمعنا طيب، الله يعطيك الصحة. دكتور خالد طبعا تعرف هذه طيب. حالة حية فعلا لو أنت ملاحظ. نعم فإيش رأيك؟ طيب بالنسبة نتكلم على أول شيء على الكورتيزون، هل الكورتيزون ممكن يسبب زيادة في الوزن؟ طبعا ممكن يسبب زيادة في الوزن. السؤال الثاني المهم، هل تنصح الكورتيزون يكون في مرضى الذئبة الحمراء على 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 فترة طويلة؟ طبعا لا أنصح تماما، والشيء هذا جدا خطأ، يعني حسب منظمات الصحة العالمية وأيضا الجمعية الأمريكية لأمراض الروماتيزم دائما اللي ينصح فيه نحن نأخذ فترة الكورتيزون الكويهاني لفترة جدا بسيطة، ما نخلي المرضى جدا أكثر من يمكن من شهر، إحنا بنأخذ بس إنه على الأعراض عبال ما تختفي. نعم. تمام، يعني وعبال العلاج ما يشتغل، لأن البلاكونين يأخذ تقريبا 7 إلى 8 أسابيع حتى يبدأ مفعوله يكون واضح، بينما الكورتيزون يفترض إنه ما يكون على فترات جدا طويلة، هذا جدا مهم. الشيء الثاني اللي تفضل عليه أخونا موضوع اللقاح، إنه كورونا ينصح نأخذه ولا فعلا؟ طبعا جدا أنا أنصح به. طبعا هل الدراسات، نتكلم عن الدراسات الآن، لأنه الآن كل أبحاث ودراسات، هل الدراسات أثبتت إنه المرض ما يتنشط ب، هل عفوا الدراسات أثبتت إنه التطعيم ما ينشط المرض؟ إلى الآن طبعا هو حاجة جدا، كوفيد حاجة جديدة، إلى الآن ما في حاجة، ولكن كل المنظمات الصحية تنصح بأخذ العلاج، تنصح بأخذ العلاج وبقوة. النقطة المهمة الثالثة، هل الكروفيت فاكسين تطعيم الكورونا يتعارض مع أخذ البلاكونيد؟ لا جدا ما يتعارض. هل يتعارض مع الكورتيزون؟ افترض أن يكون نسبة الكورتيزون تقريبا تكون أقل من 20%، وبعد كده جدا آمل أخذ التطعيم. أيوه التقرحات اللي تكلم عليها الجلدية، اي نعم أنا صراحة أنصحه إنه هو لازم يزور طبيب جلدية، لأنه ساعات ممكن تقرحات خيهاني اللي هي ممكن تكون بداية لما يطلق عليه اللي هو التهاب الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد. زي ما تعرف واحدة من الأسباب التهابات الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد هو الذئبة الحمراء، فيفترض إنه يشوف طبيب جلدية، ولازم يأخذ خزعة من نفس المنطقة وتفحص بالميكروسكوب ويعرف إيش سببها، لأن كده تتضح الأمور، حتى النمط العلاجي بعد كده حيختلف تباعا. ممتاز، الله يعطيك الصحة يا دكتور. الله يعطيك. دكتور في سؤال كمان، يعني لو ممكن نجاوب على السريع، هو مجرد استفسار طبعا من أحد الإخوة، الآخر رقمه 123، يقول لك يبغى بس هو كنو قلقان، يقول كل عام وانت بخير يا دكتور خالد. يقول دكتور خالد أنا ما عندي ألم في المفاصل، هو كده يقول ما عنده مشكلة، بس في صوت يطلع زي الطقطقة، يقول هل هذا خطر يعتبر؟ لا جدا 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 ما هو خطر ابدا، وهذا طبعا وارد. في حاجه ثانيه من الاشياء، عشان اقول لك ساعات الميكانيكيه والاشياء الثانيه تكون وارده، اللي هي حاجه يسموها اليونو مفرطه في الغضاريف، يسموها هايبر موبيليتي سيندروم. اليونو تكون سبحان الله نوع من الغضاريف، طبعا هذا ما هو مرض ولكن متلازمه، تكون جدا فيها ليونة، طبعا يصير فحصها سريريا، وما لها اي تاثير معين. نشوف دائما ناس عايشين فيها ويقول لك انا عندي تقطقات في المفاصل ركبي في يدي، نفحصهم سريريا تبان الليون المفرطه. طبعا حتى دول نقول لهم دول انتوا ترى انتوا المفروض تروحوا عندي، انتوا لعيبه جمباز اصلا من الليون المفرطه. ما شاء الله، يعني هذا يعتبر شيء ايجابي ان شاء الله مو سلبي. لا لا جدا جدا ايجابي. طيب على كده نطمنك ونقول لك ان شاء الله اهم شيء ما في امل، ما في الم، ما في عوارض سيئه، خلاص الامور تمام. طبعا في سؤال آخر سؤال هذا دكتور لو سمح، طبعا نرجع لموضوعنا. طبعا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول عندي انزلاق غضروفي في الفقرة T12 اللي هي T12، أعاني منها وقت النوم بالتحديد، أرغب في إجراء عملية ولكني متخوف لو نسبة النجاح حقتها 35%، فهل تنصحني يا دكتور أكمل في الموضوع حق العملية؟ والله شوف أخوي هاني، طبعا نحن متخصصين في التهابات المفاصل وتورمات المفاصل، هذه أشياء حركية ميكانيكية تعتبر فيها ضغط على الغضاريف، إذا كان عنده تنميل، إذا كان عفوا الاحتباس في البولينت والكرامة، عنده مشاكل أنه قوية مرة، أيوة اللي هي المتقدمة مرة هذه، نعم يحتاج صراحة. طبعا الناس المتخصصين اللي هم يفتوننا في الموضوع هذا بالأمانة اللي هم أطباء العمود الفقري العظام، متخصصين في العمود الفقري، أو أطباء جراحة المفصل والأعصاب، هم الناس المخولين
في نصحه، ولكن انا اقول له صراحه اذا كان فيها اثار مؤثره على حركته في تنميل هذا يفترض انه يسوي العمليه. طيب نرجع لموضوع أو نقطة مهمة، الوزن يتحكم بوزنه. نعم لأنه هذا الضغط حيزيد مع زيادة الوزن، ممكن تزيد من مرة ثانية وتسبب الآلام. نعم حلو، لا معلومة حلوة جدا يا دكتور. وطبعا دكتور خالد ديري أذكركم استشاري أمراض مفاصل وروماتيزم بشكل خاص طبعا. حلو دكتور، احنا حنكمل مع الذئبة الحمراء. احنا وصلنا لحكاية التصبغات، لو تكمل لنا هي انه في يعني مريضة بتجي لك تقول لك انه اسمريت، لوني تغير. نعم. وهذا من ضمن المشاكل حقة الأدوية اللي قلت لي، الأنتي ملاريا. الأنتي ملاريا هي بلاكونيل. نعم طيب هذه من طب، وش الحل في موضوع التصبغات هذه؟ تنحل يعني مع الايام اكيد ولا؟ طبعا التصبغات هذه ترجع مره ثانيه. نحن الجرعات اللي بنديها نحن تقريبا 5 ملي جرام لكل كيلو جرام. طبعا نحن ما نعد الجرعات هذه ابدا. وبعد كده لو حصل انه في مريضه وجود عندها تصبغات تبدا ننزل الجرعه. هذا اول خطوه سويه، مثلا بتاخذ من حبتين مثلا نخليها حبه ونكمل. بدا في تحسن ممتاز جدا، نحن امورنا كويسه. لا والله الى الان الوضع زي ما هو، احنا نوقف العلاج تماما ونحول الى علاج ثاني. يعني احنا صراحه ما نبغى الموضوع ده ياثر على نفسيتها. انت عارف العامل النفسي في المرض وهذا جدا مهم، السيطره العامل النفسي ممكن اهم من التكافل النفسي، لانه فعلا سبحان الله المعنويه العاليه تسرع الشفاء، والعكس صحيح، هذا معروف ده الكلام 100%. لكن غريب هذه حكايه التصبغات، هي تصبغات في نفس الدواء ولا تزيد كميه الميلانين في الجسم؟ لا هي تصبغات بعارض جانبي من الدواء نفسه. يعني سايد افكت هو لا اقل ولا اكثر. نعم طيب تمام. على كده بالنسبه لحكايه العلاج للذئبه، ما يحتاج طبعا، هذا السؤال انا جايني يقول لك الذئبه الحمراء على غرابه اسمها، ولكن هل تستدعي تدخل جراحي؟ ابدا لا تستدعي. أبداً. طيب يعني على كده كلها هي مجرد متابعه مع الدكتور علاجيه، يعني اللي هي وقائيه علاجيه بالادويه. بالضبط، وقاية علاجية. نحن ما نبغى أخي هاني الموضوع يتطور، هذه أهم شيء. ما يأثر لنا على اللي هي الأشياء الكبيرة، مثلاً المخ يأثر لنا على الكلى، يأثر على القلب. أخذ العلاج والتشخيص المبكر وأخذ العلاج بالجرعة المناسبة والمراجعة بصفة دورية، إن شاء الله تعالى يمكن أنا أقول لك تقريباً يمكن 100%، ماشي 100%، نقول 90%، إنه إن شاء الله جميع المرضى يكونوا أمورهم مستتبة ومستقرة. والشيء المهم نحن نقول لهم يا جماعة ترى انتبهوا، نحن نبغى المرض يكون تحت السيطرة تقريبا لازم 6 شهور تحت السيطرة، حتى للحوامل، حتى المرض مثلا لو ودها تحمل تفكر في حامل. لا هذا موضوع ثاني، هذا موضوع بحد ذاته، لأنه مريضة الذئبة الحمراء توقع لها تعامل خاص، صح ولا لا؟ نعم صح. طيب صح. لو سألناك هذا السؤال، هل مريضة الذئبة الحمراء لا تستطيع الحمل؟ لأنه هذا اللي دارج. أيوة لا أبدا، المريض الذئبة الحمراء عمر الذئبة الحمراء ليس سبب لا رئيسي أو ثانوي في موضوع عدم الإنجاب. يعني ما له علاقة أبدا ما له علاقة أبدا. ولكن نحن ننصحهم حتى إن شاء الله لو واحدة بتحمل طبعا، لأنه إيش اللي بيصير فيها أخوي، يعني بيصير فيها إنه مرض الذئبة الحمراء ساعات ممكن يكون معاهم متلازمة اللي هو التجلطات. متلازمة التجلطات ممكن هي واحدة من العوامل اللي هي ممكن تسبب الإسلابات المتكررة للأجنة. نعم. تمام. وبعد كده يلام فيها المرض الأساسي اللي هو الذئبة الحمراء، ولكن هو السبب إنه هو التجلطات، السام مضاد للتجلطات موجودة. العامل الأساسي في موضوع التجلطات أو نقول الإسلابات في الشهور المتفكرة أو ساعات الوفاة في الرحم للأجنة داخل الرحم. فعمر الذئبة الحمراء ليس سبب رئيسي في أو ثانوي في موضوع في موضوع منع الحمل أو عدم الإنجاب، إلا لو كان عندها متلازمة الجلطات أو الجلطات اللي بتصير طبعا. نعم فقط. طيب دكتور، إحنا حنقول تقبل الله منك سلفا إن شاء الله صلاة العصر. بنروح الآن على نقل الأذان وبنرجع تاني مرة نكمل موضوعنا، فخليكم معنا. حنقول لكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة، ومكملين مع دكتور خالد ديري استشاري أمراض المفاصل روماتيزم وموضوع الذئبة الحمراء. طبابة رمضان مع هاني المهندس. ويا هلا وسهلا فيكم، وصلنا معكم الآن للفقرة الأخيرة طبعا مع دكتور خالد ديري. يا هلا يا دكتور خالد.
أهلين أهلين سبحانه الله. طبعا دكتور خالد استشاري أمراض المفاصل روماتيزم، واليوم بيكلمنا بشكل خاص عن اللي هو الذئبة الحمراء. ولكن قبل لا نكمل موضوع عن دكتور خالد، بس سؤال كده على السريع وجميل دكتور خالد. في واحدة مريضة طبعا بتسأل عن الفيتامين دال، حلو، وتقول فيتامين دال في الذئبة الحمراء، هي عندها ذئبة حمراء، تقول إنها ما بتركز على أخذه كثير. ليش فيتامين دال مهم، وهل لازم أركز عليه خلال خطوات علاجي؟ هذا سؤالها. آه جميل. طبعا فيتامين دال طبعا حسب الدراسات الآن الموجودة، طبعا لي طبعا هو متشقق في كل حاجة، حد أمراض دم، أمراض مناعة، أمراض قلب، فأخذ العلاج جدا صراحة جدا مهم. فيتامين دال جدا مهم. طبعا ليش ساعدني فيتامين دال؟ زي ما تفضلت ساعد شرعات الكورتيزون. طبعا الكورتيزون ممكن يأثر على كثافة العظام، فنحن ما نبغى والله قدر ممكن يصير كسر هشاشة عوذ بالله أو هشاشة أي حشاي، فيفضل صراحة أخذ فيتامين دال بصفة دورية. ولكن نحن نعيد وأزيد مرة ثانية إخواني، طبعا الزيادة غير مصرفية. يعني ممكن الزيادة في فيتامين دال، أخذ فيتامين دال بصفة مستمرة اللي هي الجرعة الواحدة اللي هي 50,000 انترناشنال يونت أسبوعية، ممكن الزيادة ممكن تدخلي في تسمم الله يقدر. فطبعا أخذها والمتابعة الدورية راحة جدا جدا مهمة. هو الوسطية الاستمرارية، هذا اللي بنقول عنه، مو الزيادة، الاستمرارية، صح ولا لا؟ نعم. وطبعا فيتامين دال ما يبغى الوصفة من الصيدلية، يعني هو أكثر فيتامين إنه سبحان الله سهل الحصول عليه. نعم. فبالتالي أنا أقول طبعا أنت تنصح أنه لا تستمر مع فيتامين دال وبطريقة معقولة طبيعية، صح؟ جميل، أيوة نعم هذا هو. نعم. طيب إحنا آخر ما وصلنا له دكتور خالد اللي هو طبعا مريضة الذئبة الحمراء، طبعا تستطيع الحمل إلا وكان عندها اللي هي متلازمة التجلط، صح ولا؟ حتى لو عندها هي تحمل حتى لو متلازمة التجلط، ولكن قبلها مثلا أو أول ما تحمل هي تكون على أسبرين على طول. من يوم ما تحمل نحن حولهم لأطباء أمراض الدم بسبب إنه ساعات يدو إبر اللي هي الهيبرين تحت الجلد عشان يحمي عشان يحمي الله لا قدر من أي تجلطات تكون مشيمة تنقص الأكسجين للجنين، بالتالي تصير الوفاة لا قدر الله للجنين. هذه هي فكرة بصفة عامة موضوع التخثر أو التجلطات اللي هي تحصل بسبب الأجسام المضادة الموجودة، ولكن كذئبة ابدا ما لها اي علاقه. ولكن نحن نقول لهم يا جماعه ترى نحتاج ان يكون المرض تحت السيطره لمده 6 شهور ما قبل الحمل. ممتاز. هذه اهم نقطه، معناها تحت السيطره معناها انه مخبريا اموره جدا سليمه، اللي هو مؤشرات الالتهابات تكون سليمه، صفائح الدم، كرات الدم البيضاء، تحليل زلال البول، هذه التحاليل كلها تكون سليمه والاعراض تكون مختفيه. طبعا اقل شيء 6 شهور وتوكل على الله وتحمل ان شاء الله، ما منا اي مضاعفات. نشاط المرض في خلال فتره الحمل ممكن يسبب اجهاضات، يسبب مشاكل ثانيه، يعني صراحه نحن في غنى عنها بالامانه. فدائما نقول لهم يا جماعه دائما 6 شهور كحد اقصى، بعد كده توكلوا على الله ان شاء الله وحاولوا وربنا ييسر الامر. امين يا رب. وبعدين يعطيك العافيه على هذه المعلومات القيمه، يعني انت بكلامك بتعطي امل لكل ام عندها الذئبة الحمراء، الله يجزاك خير. طيب دكتور، احنا بنرجع نتطرق لذا الموضوع نظرا لاهميته، هل تطعيم كورونا يؤثر على المرض؟ حسب اخر بنتكلم على الان الدراسات اللي هي الجمعيه الامريكيه لامراض الروماتيزم، ما تم دراسه المرضى ذو نقص المناعه او عفوا المرضى اللي هم عندهم التهابات روماتيزميه او خلافه، هل اللقاح يؤثر. ولكن ممكن نستلقي المعلومه من اللقاحات السابقه، تقريبا اللقاحات السابقه اللي هي الانفلونزا والتهاب الرئه وغيرها من اللقاحات طبعا بياخذوها جميع المرضى، والحمد لله ما اثر عليهم ابدا. اللقاح جدا مهم جدا مهم جدا يعني مهم. هذا معنى جدا جدا مهم، يعني ممتاز. خلاصه الكلام انه اللقاح جدا مهم لمرضى جميع المرضى وبالاخص مرضى الامراض الروماتيزميه. نعم. الله يعطيك العافيه. طيب دكتور، سؤالي الاخير طبعا عن العلاج، طيب بالنسبه للذئبه الحمراء هل يعالج ويروح خلاص ولا كيف طريقته بالتمام؟ يعني هل بالامكان انه الواحد يقضي على هذه العارض هالمرض الذئبه الحمراء؟ والله الى اللحظه الحاليه ما في علاج ينهي المرض، ولكن عيد واقول طبعا هذا السؤال اللي بيداول دائما
لو على السوشيال ميديا وحتى في العيادات مننا ومن الزملاء، هل المرض يختفي تماما؟ ونقول لهم دائما وفوق كل ذي علم عليم، نحن ما ندري، نحن ابحاث موجوده الان تبين ان المرض يتم سيطره عن طريق ادويه معينه، تمام، ومراجعات مستمره، ما في الى الان حاجه تنهي تماما، ولكن ان شاء الله يعني نرجو الله سبحانه وتعالى انه في القريب العاجل يكون علاج شافي للمرض. ولكن الخبر الجميل يعني انه موجود علاجات، هذا الخبر الجميل انه موجود علاجات تقلل المضاعفات، تقلل الاعراض، تحمي ان شاء الله سبحانه وتعالى من اي اعراض. هذا الخبر صراحه جدا جميل. سبحان الله. وطبعا أنا أتوقع هو تعايش مع المرض، أو مو أقدر أسميه تعايش، التعايش إلا هو الاستمرار على العلاج، على أخذ الأدوية وعمل الاحتياطات، هذه يسموه تعايش دكتور خالد؟ لا هذا يسموه تعايش. نعم التعايش. وطبعا بهذه الطريقة خلاص الإنسان يكون الحمد لله بصحة وعافية بما أنه هو ملتزم بالأدوية. نعم دكتور خالد، احنا طبعا يعطيك العافيه على كرمك في المعلومات، وبعدين نورتنا انت للمره الاولى الان في برنامج طبابه، وحتنورنا دائما ان شاء الله مستقبلا. النور بيك، وانا سعيد جدا وسعيد صراحه على الاستضافه، وجزاك الله خير والاخوه اللي موجودين معاكم والاسئله المثريه من الاخوان، وحاضرين ونتشرف نحن بوجودنا معكم والله. واحنا جدا استفدنا اليوم من معلومات فعلا جديده علينا وكانت جدا جميله، وبعدين سبحان الله الجاهل عدو نفسه الى ان يتثقف. لا. يعني اكتشفنا لا لا لا. الاسم حق الذئب الحمراء لو انت تلاحظ الاسم شويه مزعج، لكن اكتشفنا انه هو مرض وبامكانه سبحان الله الواحد يسيطر عليه. شكرا على معلوماتك هذه القيمه يا دكتور خالد. العفو العفو اخو هاني، وشاكر للجميع، وكل عام وانتم بألف خير وشهر مبارك على الجميع. ومبارك عليك ان شاء الله، الى لقاء متجدد معك في هذا العام باذن واحد احد. بحول الله بحول الله، اتشرف اتشرف ان شاء الله. يا هلا يا دكتور خالد، في امان الله. الاخبار الف خير، مع السلامه. طبعا كان معنا استشار أمراض المفاصل والروماتيزم دكتور خالد ديري، وتكلمنا عن الروماتيزم ولكن بشكل خاص عن الذئب الحمراء. كان معكم محدثكم من خلف المايك هاني المهندس عبر أثير إذاعتكم الأولى ألف ألف فم، من الإخراج هالة منصور. لقاء متجدد معكم مع الغد بنفس الوقت، في أمان الله، مع السلامة.